نور الدين مرابط من اللعيبه الايجابيه جدا جدا، يعني من اكثر الفرق، من اكثر اللعيبه اللي موجوده في فرقه المغرب ايجابيه على المرمى، او ايجابيه في الكروسات، او ان هو يعمل بيشتغل شغل كتير جدا على المرمى. حكيم زياش اللي عدلته الصح ان هو يلعب ناحيه اليمين ويبقى الملعب اكتر مفتوح قدامه، ويدي انتاج اكتر. حكيم زياش وقت كتير جدا موجود ناحيه الشمال، اوقات كتير جدا موجود تحت الفيرود، في وقت من الاوقات تحس ان هما انت مش عارف هما بيلعبوا فين. في وقت من الاوقات بيغيروا، تلاقي مرابط جه هنا وحكيم زياش موجود، وبوصفه برضو انا شايف بوصفه مش مدي الانتاج العالي جدا اللي كان موجود قبل كده النهارده. فانا شايف فات المغرب ما ادكش الانطباع اللي هو اللي لسه ما دخلوش لسه بس ده. طب بس خد بالك، هو ده طبيعي، ولكن في مجموعه المغرب مش طبيعي. مجموعه المغرب النهارده، المغرب لو كان طلع بتعادل كان ممكن التعادل ده يخرجها بره البطوله. انا بقول لك النهارده نتيجه مباراه المغرب دي هي اللي هتاهل، لو لان في بكره خناقه ما بين كوت ديفوار وجنوب افريقيا. هي المجموعه دي كلها خناقات باستثناء مباراه ناميبيا كلها، يعني الفرقه اللي مش هتجيب 3 نقط بتوع ناميبيا هيحصل لها مشكله. صحيح. طيب خلينا نبص كده في ارقام واحصائيات المغرب وناميبيا. اجمالي تمريرات المغرب النهارده كانت 561 تمريرة، التمريرات الناجحة كانت 491 قدام حضراتكم على الشاشة، دقة التمرير كانت 78.5، عدد المباريات مباراة وحيدة، الفوز قلنا هي مباراة وحيدة، عدد الأهداف برضو هدف، استحواذ 66، الالتحامات 17، الالتحامات الناجحة 15، الالتحامات الهوائية 27 بيفوزوا منها ب 19. ده إجمالي الاحصائيات للمنتخب المغربي. اجمالي التمريرات 561، التمريرات الناجحه منها 491، دقه التمرير 87.5، التمريرات الطويله واحد والطوليه 41، الناجحه منها 27، اجمالي العرضيات 14، العرضيات الناجحه 4، وارتكاب الاخطاء كان 17، وحصول على الاخطاء او المخالفات 15. طيب حد له من الكباتن اي تعقيب على احصائيات المغرب؟ في اي حاجه عايزين تشيروا اليها قبل ما نروح للماتش الثاني؟ المغرب النهارده عايز، احنا اتكلمنا في جزئيه وهي كسرت نقطه فرودين. النهارده الراجل ما استناش كتير بتاع المغرب، طلع بعد الشوط الاول راح عامل التغيير الثاني، راح لعب بفرودين. كويس. فالراجل بدل ما ده واشتغل من الاطراف، يعني هو بعد بدايه الشوط ما استناش على التغييرات. في الدقيقه 57 ابتدى يعمل التغيير الاولاني، الراجل فرود نزل. انا بقول لك المغرب الشوط الثاني هو مش مرعب بس استحوذ، وابتدى. بنقول هنا بقى فكر المدربين يا ابراهيم، النهارده المدرب المغرب ما استناش بدري قرا ناميبيا، ابتدى يتعامل معاهم على الاطراف بشكل كويس، نزل فيرو الثاني، هو استحواذ شبه 66% استحواذ، والشوط الثاني بنسبه 100% المغرب مستحوذه على المباراه، راحت واشتغلت بشكل كويس ووسعت وعملت مسافات وعملت مساحات في على الاطراف واشتغلوا. اشتغلوا بشكل جيد، كرة جيدة للمنتخب، راجل لعب فرودين لما لقى الدنيا بالنسبة له حل الموضوع من وجهة نظر. صحيح. طيب.